عشرات القتلى في غارة على مستشفى بريف إدلب، والمنظمات الطبية السورية تندد بالاستهداف الروسي للمنشآت الطبية. هجوم انتحاري يستهدف معسكرا غربي عدن والعاصمة صنعاء على مرمى مدفعية قوات الشرعية. في استوديو الآن أيضا، احتدام الصراع بين داعش والقاعدة في إفريقيا في عيون الصوماليين في استطلاع حصري لأخبار الآن. مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من استوديو الآن، نقدمها لكم مباشرة من دبي. نبدأها بالشأن السوري، حيث ارتفعت وتيرة المعارك صباح هذا اليوم في محيط جمرك درعا القديم بين فصائل الجبهة الجنوبية من جهة وقوات النظام والميليشيات الطائفية المساندة لها من جهة أخرى، حيث جددت قوات الأسد محاولاتها للتقدم باتجاه جمرك درعا القديم على الحدود السورية الأردنية، حيث دارت اشتباكات عنيفة تمكن الثوار من خلالها من تدمير دبابة T-72 لقوات الأسد في حي المشية، إضافة لعربة BMB في محيط جمرك درعا القديم تم تدميرها بواسطة صاروخ كونكورس. ارتفع عدد القتلى إثر الغارة الجوية التي استهدفت قبل يومين مستشفى مدعوما من منظمة أطباء بلا حدود في مدينة معارة النعمان بمحافظة إدلب، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها المنظمة. أوضحت في بيان لها أن القتلى 9 من العاملين في المستشفى و16 مدنيا منهم مرضى وطفل، فضلا عن 11 جريحا. أصدر تحالف المنظمات الطبية السورية غير الحكومية بيانا بخصوص مسلسل الاستهدافات المتكررة من قبل طيران الروسي وطيران النظام للمنشآت والكوادر الطبية في سوريا، كان آخرها استهداف مستشفى أطباء بلا حدود في معارة النعمان بريف إدلب ومستشفى الأطفال في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي والعديد من المستشفيات يوم الاثنين الماضي، ما وصف باليوم الكارثي على العمل الإنساني في سوريا بحسب البيان. احنا صراحة يعني نسعى بتوصيل الصوت توصيل صوت المدنيين والمستهدفين بشكل دائم وبشكل دؤوب، حتى لو ما كان هلا في نتائج ممكن مستقبلا يعني هذا يؤدي الى نتيجة. يعني نحن عم ننطلق من تحريك المياه الراكدة من اجل صناع يعني تغيير القرار وايجاد الإرادة السياسية لتغيير عملية الاستهداف الممنهج للكوادر الطبية والمنشآت الطبية اللي هي بالأساس محمية ضمن اتفاقيات جنيف بكل أقسامها لحماية المنشآت الطبية. حقيقة ليس خافيا يعني على القاسي والداني مسألة الاستهداف الممنهج للمنشآت الإنسانية بالعموم والمنشآت الطبية على وجه الخصوص، لكن هذا الاستهداف نستطيع أن نؤكد أنه ثار أكثر منهجية والتعمد صار واضحا منذ للأسف انطلاق جولات التفاوض، وصار الشعب السوري بدل أن يعني ينتظر فرجا صار يعاني من ويلات هذا الاستهداف الذي رافق هذه الجولات التفاوضية. أردنا أن نوصل رسالة إلى أن هذا المسلسل المتعمد من الاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية والصحية ما عاد يعني مقبولا السكوت عليه. قد نصل إلى مرحلة لا نجد منشآت صحية نوثق تدميرها، كثير من المنشآت الصحية تم إخلاؤها تحسبا وقد قصفت بالفعل بعد إخلائها، وكثير من المنشآت الصحية أو المشافي تم تدميرها، وبالأمس فقدنا 5 مشافي في يوم واحد ومركزين صحيين. الكوادر الطبية رغم أعلى محدودية عددها بالأصل ورغم أن الكم الأعظم من الكوادر الطبية قد هاجر خارج البلاد، إلا أن الضربات هذه والاستهداف للمراكز الصحية يجعل هذه الكوادر في تناقص مستمر. أكثر من 700 من الكوادر الطبية سقطت شهيد يعني شهداء نتيجة هذه الاستهدافات. اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تدخل روسيا في سوريا دليل على ضعف النظام السوري، مشيرا إلى أنه سيكون من الكياسة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يساعد في التوسط في عملية انتقال سياسي في سوريا. وقال الرئيس الأمريكي إن روسيا والأسد ربما حققا تقدما مبدئيا على الأرض، لكن 3/4 سوريا خارج سيطرتهما.
قتل 14 جنديا من الجيش الوطني اليمني وجرح آخرون في هجوم انتحاري استهدف معسكر رأس عباس غربي عدن بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. يأتي ذلك في أعقاب مواجهات عنيفة بين قوات موالية للشرعية وميليشيات الحوثي في فردة نهم شرقي صنعاء وفق ما أفادت مصادر إعلامية. على صعيد آخر، تقدمت قوات الشرعية المسنودة بطائرات التحالف العربي نحو مديرية عبس آخر مديرية ساحلية في محافظة حجة باتجاه محافظة الحديدة، كما سيطرت على مواقع جديدة في الجوف وواصلت تطهير ما تبقى من مواقع للإنقلابيين في المدخل الشرقي لصنعاء، في حين شنت طائرة التحالف العربي غارات على مواقع للمتمردين قرب السد في مديرية حيفان جنوب تعز بهدف قطع إمدادات الميليشيات. عبر الهاتف مباشرة من عدن معنا ياسر اليافعي رئيس تحرير صحيفة يافع نيوز. أهلا بك معنا أستاذ ياسر. إذن في الوقت الذي تتقدم فيه إذن قوات الشرعية في معركتها بصنعاء يستهدف معسكر رأس عباس وداعش يتبنى ذلك، ما تفاصيل هذا الاستهداف إلى هذه اللحظة وهل توفرت أي معلومات جديدة؟ أهلا مساء الخير. طبعا تفاصيل الانفجار أن مسلح كان يرتدي حزام الناسفن اقترب من حاجز امني او من البوابه الرئيسيه لمعسكر راس عباس وفجر نفسه وسط الحشود، وقبل ان يفجر نفسه نادى نعم قائلا لهم تعالوا انا عندي لكم موضوع اريد اتكلم معكم فيه، ومجرد ما اقتربوا منه فجر نفسه فيهم. طبعا هم جنود مستجدين لا زالوا يتم وعودهم بانهم سيتم دمجهم في جيش الامن، والى الان لم يتم دمجهم. عمليه تاخير دمج المقاومه تسببت في كثير من المشاكل الان التي تحدث في عدن والمحافظات المجاوره، داعش تبنت العمليه، لكن مجرد بيان نشر على الانترنت لم نرى تصريح حقيقي، قد ربما تكون هذه الخلايا مخترقه من اجهزه استخباراتيه معينه. نعم، طيب فيما يخص التطورات العسكرية على الأرض، فردة نهم هي نقطة مهمة جدا في المعركة في الوصول إلى وسط العاصمة صنعاء وتحرير العاصمة، أين تكمن الأهمية بالتحديد إضافة إلى المعلومات الأخيرة من العمليات على الأرض إن وصلتكم؟ طبعا مجرد الاقتراب من صنعاء ومن محيط صنعاء والحاجز الأمني الأول في محيط صنعاء يعد انتصار كبير وتغير استراتيجي في سير المعارك، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت. لا يمكن ان تصل قوات التحالف وقوات المقاومه الى قلب صنعاء خلال فتره قصيره، لكن هذا الامر سيؤدي الى حصار صنعاء خصوصا مع التقدم الكبير في الحديده وفي جبهه مريس. كل هذا سيخنق الحوثيين من عدد من عدد من الجهات وسيجبرهم على تقديم تنازلات سياسيه في اي تفاوضات في اي مفاوضات قادمه. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا ياسر اليافعي رئيس تحرير صحيفة يافع نيوز، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من عدن. قال ساني عثمان متحدث باسم الجيش النيجيري في بيان إن القوات الخاصة تمكنت يوم أمس من تحرير 350 رهينة جديدة بينهم 5 فتيات من الكاميرون كانوا مختطفين من قبل مسلحي جماعة بوكو حرام المتشددة، ذلك في إطار حملة مشتركة جمعت القوات النيجيرية والكاميرونية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا. أطلقت أوروبا قمرا اصطناعيا سيساعد في توقع الظواهر المناخية مثل النينيو وتتبع مسار ارتفاع درجة حرارة الأرض في إطار مشروع لمراقبة الأرض يكلف مليارات اليورو، وأطلق القمر سينيتال 3A وهو ضمن منظومة أقمار اصطناعية لمراقبة الأرض من محطة بليستيسك لإطلاق المركبات الفضائية في شمال غربي روسيا. إذن استمرار الاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في قرية كلجبرين بريف حلب، ما هي السيناريوهات المطروحة بالنسبة لمدينة مارع؟ كل هذه التفاصيل مشاهدينا نتابعها بعد قليل مع موفدة أخبار الآن جنان موسى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تستمر الاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في قرية كلجبرين بريف حلب في محاولة من الأخير إطباق الحصار على مدينة مارع بحسب ما نقلت موفدة أخبار الآن جنان موسى عن المكتب الإعلامي لمارع. في غضون ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أن بلاده لن تقبل بقيام معقل كردي على حدودها مع سوريا، وأنها ستواصل قصف مواقع المقاتلين الأكراد في شمال حلب. ومنذ يوم السبت الماضي والمدفعية التركية تقصف مواقع لمقاتلي وحدات حماية الشعب الذين سيطروا قبل يومين على بلدة تل رفعت الواقعة جنوب عزاز. عبر سكايب مباشرة من الحدود التركية السورية معنا جنان موسى مفدة أخبار الآن. جنان مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن إلى هذه الساعة قوات سوريا الديمقراطية لم تدخل إلى داخل مارع، الوضع غير مفهوم بالنسبة لما يجري على الأرض، ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الساعات المقبلة بحسب المعلومات التي تحصلين عليها؟ نعم خديجة، بالفعل يعني يبدو أنه لا يوجد هناك مفاوضات، لا يوجد هناك هدنة، وقوات سوريا الديمقراطية مثل ما ذكرتي لم تدخل إلى مدينة مارع. والأخبار الواردة من مدينة مارع تقول بأنه الفصائل المعادة لازالت موجودة في الداخل ومصرة على ثباتها في الداخل. السيناريوهات المتوقعة في المرحلة المقبلة، يعني فينا نحكي عن أربع سيناريوهات خديجة. السيناريو الأول طبعا هو أنه يصير في هدنة بين الطرفين، لأنه القوات سوريا الديمقراطية تقول بأنه تريد أن تدخل مارع لحتى يكون في عندها خط تماس مع داعش، مع مناطق داعش يعني، وبالتالي تريد العبور من هناك. فإذا تمكن الطرفين من الوصول لأي صيغة لأي هدنة ممكن يعني أن نتفادي حرب أو نتفادى تصعيد عسكري. هنا نتكلم عن السيناريو الثاني. السيناريو الثاني طبعا هو أنه يكون في مواجهات عسكرية، لأنه فصائل المعارضة داخل مارع بتقول أنها لن تسلم المدينة ولن تفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرهم خونة ومرتزقة، وتقول بأنه لن تسمح لهم بالعبور عبر مارع. فبالتالي الخيار الثاني يبقى الخيار العسكري. وحسب المعلومات الواردة من كال جبرين تقول أنه هناك اشتباكات بين الطرفين. هذه القرية مهمة للغاية الآن. لماذا؟ لأن القرية الوحيدة التي تسمح بوصول الإمدادات والعناصر من عزاز على الحدود التركية إلى مارع. إن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من أخذ ومن السيطرة على تلك القرية، فبالتالي نحن نتحدث عن حصار حول مدينة مارع ومنع لأي عناصر أو إمدادات من الدخول، لأنه ثلاث جبهات أو ثلاث جهات من مارع محاطة من قبل داعش. فبالتالي يعني هناك مشاكل بين الطرفين، هناك اشتباكات، هناك معارك كانت موجودة على مدى السنوات الماضية، فبالتالي لا يستطيعون يعني ادخال امدادات من هذه الجهات. والجهة الرابعة حكما ان سقطت بيد قوات سوريا الديمقراطية فبالتالي ستضيق الخيار عليهم. هذا بالنسبة للخيار العسكري. السيناريو الثالث خديجة هو سيناريو او خيار بان تقوم فصائل المعارضة داخل مارع باتفاق مع داعش، لانه داعش موجود على ثلاث جهات. طبعا هذا الخيار انا شخصيا استبعده، لانه مثل ما ذكرت من شوي الفصائل المعارضة داخل مارع يعني تحارب وتقاتل داعش في العالي الجبهات الثلاث في السنوات الماضية. هناك تضحيات كبيرة بذلوها وهناك يعني دم بين الطرفين، وبالتالي استبعد بأن تقوم مارع بهذه الخطوة. الخيار الرابع أو السيناريو الرابع هو أن تقوم قوات سوريا الديمقراطية بالانسحاب ويعني وقف أي عملية أو وقف إصرار على الدخول عبر مارع. هم يقولون بأنه يريدون أن يصلوا إلى خط تماس مع داعش. إن نظرنا إلى الخريطة هناك احتمالين أو خيارين لكي يفعلوا ذلك. إما أن يتوجهوا إلى قرية أحرس، وهذه القرية موجود فيها حاليا قوات النظام استطاع أن يسيطر عليها، وبالتالي سنشهد معركة بين قوات سوريا الديمقراطية وبين النظام مباشرة، أم العبور عبر مارع. هذه السيناريوهات الأربعة يعني مطروحة حتى الساعة. وبحس انه يعني لا نعرف ما الذي يحدث خلف الكواليس، وبالتالي لا نستطيع ان نرجح حاليا اي كفه او اي موضوع من الاربع سيناريوهات مرجح انه يطبق في الايام القادمه. في انتظار إذن اي من هذه السيناريوهات سيحصل على ارض الواقع. اما بالنسبه جنان ايضا لما يجري في حلب بحسب المعلومات التي تصلك من الداخل، كانت هناك اشتباكات عند مدخل كاستيلو، هل هدأت هذه الاشتباكات؟ وايضا ما اهميه هذا المدخل؟
نعم بالفعل، يعني البارحة وحتى الصباح، حتى ساعات الصباح الأولى كان هناك اشتباكات عنيفة على مدخل الكاستيلو. لتعرفي خديجة، يعني أهمية مدخل الكاستيلو هو على الجهة الغربية لمدينة حلب، هو الشريان الرئيسي أو المدخل الرئيسي الوحيد الذي لازال مفتوحا، والذي يصل مدينة حلب بمناطق المعارضة وتحديدا بباب الهوى. حلب تقريبا يعني نفس السيناريو، عندك ثلاث جهات محاوطة أو محاصرة من قبل القوات النظامية، تمكنوا يعني من محاصرتها من ثلاث جهات، وهناك مدخل وحيد هو مدخل الكاستيلو. ولكن الغريب في الموضوع هو أن الاشتباكات التي حصلت البارحة لم تحصل بين قوات النظام وبين قوات المعارضة، بل حدثت بين المعارضة وبين وحدات حماية الشعب الكردية. هذه الاشتباكات حسب ما نعرف، حسب ما يقال لنا، بأنه قامت الوحدات بهجوم على هذا المدخل للسيطرة عليه، ولكن تمكنت المعارضة من إرجاعه. أهمية هذا المدخل، فينا نعتبر أنه هناك سباق حاليا بين ثلاث فصائل للسيطرة على هذا المدخل. النظام طبعا يريد، لأنه إن تمكن من أخذ مدخل الكاستيلو فبالتالي هو يسيطر أو يحاصر مدينة حلب بالكامل. المعارضة طبعا تريد الحفاظ على مواقعها في الداخل، لأنه هو أيضا المدخل الوحيد الذي يمكن أن ترسل أو تخرج منه تعزيزات، تدخل منه تعزيزات من باب الهوى من الحدود التركية إلى داخل مدينة حلب. القوات الكردية أيضا أو الوحدات الكردية أيضا تريد هذا المدخل، لأنه من يسيطر عليه بالفعل يعني يمكن أن يتحرك أو أن يعني يكون له وجود أفضل أو أريحية أكبر داخل مدينة حلب. فبالتالي الأطراف الثلاثة حاليا يعني مصرين على المدخل، ولو أنه في اليومين الماضيين قصة مارع هي كانت القصة الرئيسية والتركيز الكبير كان عليها، إلا أنه تطورات كبيرة تحدث أيضا في حلب، وأعتقد أنه في الأيام المقبلة سيكون هناك يعني ضغط كبير على فصائل المعارضة هناك. أي معلومات جديدة طبعا جينا سنظل معك على تواصل في نشاطنا المقبلة، وأشكرك إلى حد الآن على هذه المداخلة معنا. جينا الموسى مفدة أخبار الآن، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من الحدود السورية التركية. أكد لواء أحفاد صلاح الدين التابع للجيش السوري الحر في حلب، أكدوا أنهم ماضون في قتال قوات الحماية الشعبية شمالي المحافظة حتى آخر قطرة دماء بحسب قولهم، ذلك في بيان حصلت أخبار الآن على نسخة منها. دعا البيان الشعب الكردي إلى التبرؤ من حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تحالف مع نظام الأسد ومع تنظيم داعش في استهداف الريف الشمالي لمحافظة حلب وفق ما ذكر البيان. أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن بدء العمل باتفاق ميونخ الذي يقضي بوقف الأعمال العدائية وتوصيل المساعدات للمناطق المحاصرة في سوريا، وقالت الوزارة إنه من المستحيل إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا دون اتفاق الحكومة السورية والأمم المتحدة، مؤكدة أن مسؤولين روس وأمريكيين سيجتمعون يوم الجمعة لمناقشة وقف إطلاق النار في سوريا. في المقابل أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها سترد إن دعت الحاجة في حال تم انتهاك الاتفاق على وقف الأعمال العدائية في سوريا، معتبرة أنه امتحان لروسيا. ولم يحدد المسؤول الإعلامي في البنتاغون بيتر كوك طبيعة الرد، لكنه أكد أن مخالفة الاتفاق المبرم في ميونخ ستدخل في الاعتبار عند اتخاذ قرارات عسكرية. وقال كوك في لقاء صحفي في وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن ستراقب عن كثب من يحترم هذا الاتفاق ومن لا يفعل، وستكون قادرة على الكشف عن أي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية. عبر الهاتف مباشرة من إسطنبول ينضم لنا السيد جورج صبرا، عضو الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض وعضو الائتلاف السوري. أستاذ جورج مساء الخير، أهلا بك معنا. الخارجية السورية الروسية عفوا تعلن بدء تطبيق اتفاق ميونخ، والبنتاغون يقول أنه سيتم الرد على أي انتهاك روسي، لكن السؤال هنا هو أين أنتم من هذه الاتفاقية؟ هل اطلعتم على البنود أو هل تم الحديث معكم كمعارضة؟ بالتأكيد قبل مؤتمر فيينا جرت الحوارات بين تعليق المفاوضات التي جرت في جنيف في 29 من الشهر الماضي وبين مؤتمر ميونخ، كان هناك حوارات، لكن الفيصل في الموضوع هو ما يجري على الأرض.
وليس ما تعلنه موسكو وما يعلنه نظام السوري أو إيران. وما يجري على الأرض من قبل الروس يوحي بشكل واضح أن المناخات التي يثيرها هذا القصف الجنوني التدميري التهجيري للسوريين لا يوحي أبدا بأن مشروع للحل السياسي يمكن أن يولد، وأن العقبات من طريق المفاوضات يمكن أن تزال. على العكس من ذلك، إن هذا القصف الروسي والتدمير لحياة السوريين في حلب ومحيطها، وتهجير أكثر من 150 ألف سوري باتجاه الحدود التركية، يوحي بأن الباب ما زال مغلقا أمام بدء مشروع جديد للمفاوضات في 25 من هذا الشهر. هذا يعني أنه كهيئة لم تؤكدوا بعد إذا كنتم ستحضرون هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع في جنيف. الهيئة ستجتمع خلال هذا الأسبوع في الرياض، وتبحث بعمق اجتماع مشترك مع الفصائل الثورية والمقاتلة على الأرض. وقد كانت هذه النقطة واضحة في محادثات ميونخ، يعرفها الجميع أن القرار النهائي في فتح باب المفاوضات في الموعد المحدد في 25 من شهر مرهون بنتائج ذلك الاجتماع وموافقة الفصائل الثورية والعسكرية المقاتلة على الأرض. طيب، هل لديكم ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هناك وعود معينة قدمت لكم؟ للأسف ليس هناك أي نوع من الضمانات. أما بشأن الوعود فهي كثيرة، ولكن الوعود التي مرت على المعارضة السورية وعلى الشعب السوري بعد أكثر من 5 سنوات لا تضع مجال لأن يعلق المرء كثير من الآمال على الوعود. أين هي الوعود إذا كانت بضع شاحنات من الإغاثة ترسل إلى هذه المنطقة أو تلك، بينما الوعود كانت بفك الحصار عن جميع المناطق المحاصرة بشكل دائم وشامل، كي لا نعود بعد يومين ونقول المعظمية تحتاج إلى غذاء، مضايا تحتاج إلى دواء. الاتفاق هو أن يفك الحصار، وهذا ما ينص عليه البند 12 من قرار مجلس الأمن 2254. طيب، تعليقا أيضا على ما ذكرته في مسهل حديثك أستاذ جورج، وهو بالنظر إلى ما يجري على الأرض، ذكر طبعا بأن القصف هو مستمر. القصف أيضا طال مستشفيات تابعة لأطباء بلا حدود، منظمة دولية، وبالمرتبة الأولى طبعا لا ننسى بأن المدنيون هم من يدفعون ثمن كل ما يجري على الأرض. ما موقفكم بهذا الصدد؟ بماذا تطالبون؟ هل من اتصالات الآن خاصة مع هذا الاتفاق ومع توعد الولايات المتحدة الأمريكية بالرد على أي انتهاك لاتفاق ميونخ؟ هذا واحد من الوجوه البشعة لما يفعله الاحتلال الروسي على أرضنا. ونحن قلنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والولايات المتحدة بالذات، نحن نحيلكم إلى تقارير الأمنستي، إلى تقارير أطباء بلا حدود، إلى تقارير هيومان رايتس واتش، أي ليس إلى تقاريرنا ومعلوماتنا لتعرفوا حقيقة ما يجري. لكن للأسف القنابل الروسية والصواريخ الباليستية التي ترسلها روسيا تقابل باستنكارات وشجب وأسف من قبل المجتمع الدولي والسياسة الأمريكية حتى اليوم. وهذا ما عنيته عندما تحدثت أن هناك الكثير من الوعود لكن القليل من العمل. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا السيد جورج سابرا، عضو العليا الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض وعضو الائتلاف السوري، كنت معي عبر الهاتف مباشرة من إسطنبول. فقرة نبض العرب لهذا الأسبوع مشاهدينا تتحدث عن إنهاء شركة إبسوس للدراسات والأبحاث مؤخرا، أول دراسة شاملة تتعلق بأسلوب حياة وتصرفات وأيضا سلوكيات اللاجئين السوريين في لبنان، بالتركيز على السوريين الذين يقيمون خارج مخيمات اللجوء. ولقد غطت هذه الدراسة جميع جوانب حياتهم، حيث شملت فهما كاملا للأبعاد الديموغرافية والوضع الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الأمور الصحية والحياتية.
في دراسة هي الأولى أجرت شركة إبسوس للدراسات والأبحاث مؤخرا دراسة تركزت حول السوريين الذين يقيمون خارج مخيمات اللجوء والذين يبلغ عددهم 900 ألف لاجئ يشكلون نسبة 60% مما يقيمون في لبنان. الدراسة أظهرت أن العائلة السورية تتكون في المعدل من 4 إلى 5 أفراد ويشكل صغار السن ما دون 15 سنة فيها معدل 45%. وفيما يتعلق بالمجال المالي فإن 91% من الأسر السورية تعتمد على المعونات الخارجية في تغطية احتياجاتها اليومية. 20% منهم لا يملكون أي مصدر آخر للدخل ويعتمدون تماما على الدعم الذي تقدمه المنظمات غير الحكومية والمصادر الأخرى. 400 دولار أمريكي يبلغ الدخل الشهري للعديد من تلك الأسر. 2 من بين 10 أشخاص ممن هم في سن العمل لا يعملون، والغالبية العظمى من العاملين يتبعون نظام العمل المؤقت وهم بذلك يفتقرون للاستقرار الوظيفي. 3 من بين 10 أسر يملكون هاتفا محمولا واحدا على الأقل، فهو الجهاز الذي يعتبر هاما ليس فقط لكونه نقطة الاتصال الرئيسة بالإنترنت، بل لكونه يوفر للسوريين أيضا فرصا للتواصل مع المجتمعات المحلية التي يعيشون ضمنها. عبر الهاتف مباشرة من بيروت تنضم لنا دانا سليمان الناطقة الإعلامية في منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. سيدة دانا مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن 1000 لاجئ أو 900 ألف لاجئ بالتحديد من اللاجئين السوريين، نسبة تقريبا 60% ممن يقيمون في لبنان، وضعهم ليس جيدا على الإطلاق. تعليقا عن ما ذكره زميلي في التقرير، هل لديك أي إضافات عن وضعهم؟ هلا بالاجمال من المعلومات صحيحه، بمعنى انه معظم النازحين بلبنان ساكنين باماكن بيستاجروها، ان كانت شقق او جراجات او مستودعات. هن مشتتين على كافه الاراضي اللبنانيه، و 18% فقط من النازحين بيسكنوا بالخيام. بطبيعه الحال ما في مخيمات رسميه بلبنان، بالتالي هي مخيمات عشوائيه اللي عم نحكي عنها. يعني اكثر من 82% من النازحين بيدفعوا بدل الاجارات بلبنان حتى اذا كانوا ساكنين بالخيام. وبالفعل نحن كنا اطلقنا دراسه المفوضيه مع شركائنا بالصيف الماضي بال 2015، اظهرت انه بالفعل المديونيه بين النازحين السوريين عم ترتفع. في اكثر من 90% من النازحين مديونين، ان كان اقارب او اصدقاء او اصحاب الدكاكين بالمناطق اللي هن ساكنين فيها، ومعتمدين بشكل كتير كبير على المساعدات الإنسانية اللي هي بدورة كمان عم بتخف جراء الشح بالتمويل اللي عم يشهده لبنان وتشهده المنظمات الإنسانية فيه. طيب بالعادة دانا هؤلاء الأشخاص الذين لا يعيشون داخل المخيمات يعني ويعيشون بشكل متفرق، إن كان في المنازل أو المستودعات كما ذكرتي، هل هم يكونوا في العادة مسجلين في مفوضيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟ هل يستفيدون من المساعدات الإنسانية حتى لو هم يعيشون خارج المخيمات؟ أكيد. يعني نحن اليوم المفوضية مسجلة تقريبا 1,069,000 نازح سوري بلبنان. كل هذا يعني مجمل النازحين، هذا العدد بيحصل على المساعدات بغض النظر عن مكان سكنه، ان كان بخيمه او ان كان بمنزل او الاماكن اللي ذكرتها. طيب لكن العدد هو كبير جدا، التقرير يتحدث عن وضع سيء جدا، يعني انه ربما الدخل لكل عائله هو 400 دولار امريكي فقط، عدد الافراد ما بين 4 و5 اشخاص وغالبيتهم لا يعملون، والأطفال يذهبون إلى المدارس. يعني نحن أمام يعني مشكلة كبيرة جدا. جهودكم كي تحاولوا مساعدة هؤلاء بماذا تقومون حاليا؟ ماذا تحتاجون لكي تتم المساعدة بالشكل الصحيح لكل هذه العائلات؟ هلا المساعدات اللي عم بتقدمها المفوضية مع الشركاء والوزارات المختصة بلبنان هي مساعدات أساسية، يعني تقتصر على الرعاية الصحية بالمستشفيات للأشخاص الأكثر حاجة، المساعدات الغذائية، المساعدات يعني على مستوى الايواء، تندعم الخيام اذا كانوا نازحين بخيام، او تساعدهم لتحسين ظروف معيشتهم، لانه مثل ما ذكرت الاغلبيه عايشين باماكن غير امنه وغير مجهزه للسكن. كمان طبعا برامج دعم نفسي للاطفال اللي عم بيشتغلوا، نحاول نحسن انه يلتحقوا بالمدارس بدل من انه يشتغلوا، ولكن التحديات كثير عديده. واليوم بالميزانيه اللي نحن عم نشتغل فيها منا قاعدين نطال كافه النازحين، يعني كل برنامج بيطال فئة معينة. مثلا بالنسبة للغذاء، برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عم بيطال 55% فقط من النازحين، يعني المليون شخص تقريبا اللي مسجلين معنا.
لانه منه قادر يستمر بنسبه اكبر بالميزانيه المتوفره له حاليا. نعم تفضلي. وبالنسبه يعني الدخل اللي ذكر بالتقرير بعتقد انه اذا كان فعلا مو بيكون ايجابي اذا الدخل 400 دولار، بعتقد الواقع بعد امال منه. يعني التقرير يقول بانه للعديد من الاسر ليس يعني جميعهم، يعني نعم. 400 دولار امريكي لبعض الاسر فقط. يعني في بعض نحن يعني حسب الدراسه اللي عملنا فيها في الدين المعدل الدين لدى العائله الوحده بلبنان بيتعدى 800 دولار بالشهر، يعني ان كان لاصحاب الملك اللي مستاجرين منهم اماكن السكن او للدكاكين اللي عم بيضطروا يتدينوا منهم تيقدروا يلبوا احتياجاتهم الغذائيه واحتياجات عائلاتهم. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا دانا سليمان الناطقة الإعلامية بمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بيروت. فقرات السجل الآن مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. داعش يعاني من عجز شديد في السيولة المالية. أهلا بكم من جديد. سلم مسؤول إعلام تنظيم داعش نفسه إلى القوات الأمنية في محافظة الأنبار بحسب ما أفاد مصدر استخباراتي عراقي، مشيرا إلى أنه أدلى بمعلومات خطيرة. وقال المصدر إن الداعشي يدعى محمد سكر سلمان الملقب بأبي أحمد القرغولي وهو أحد قيادي التنظيم الجدد. تسلم حديثا هيئة الإعلام كما كان من أحد أفراد حزب البعث المنحل وأدلى بمعلومات تفصيلية خطيرة عن أسماء وأعداد وأساليب وخطط عسكرية لداعش الإرهابي، حيث الإرهاب له دور داعش أيضا الإرهاب له دور كبير في إعلام داعش واستخدام التنظيم الأخبار الكاذبة والأنشطة الإعلامية المزيفة لإثارة النعرات الطائفية. يعاني داعش في هذا الوقت من عجز شديد في السيولة النقدية دفعه إلى خفض مرتبات أفراده في مدينة الرقة بنسبة 50% منذ شهر ديسمبر الماضي، فيما أصبحت السلع الأساسية بعيدا عن متناول الكثيرين من سكان المدينة. ومن أبرز المؤشرات على انهيار اقتصاد داعش إلزامه أهالي مدينة الرقة دفع فواتير الكهرباء والمياه بالدولار الأمريكي، إضافة إلى الإفراج عن المحتجزين لدى التنظيم بعد سداد 500 دولار عن الشخص الواحد. وفي مدينة الموصل تحول تنظيم داعش عن جلد الأشخاص وبدأ في تحصيل غرامات مالية عليهم بدلا من توقيع عقوبة الجلد، كما أن التنظيم بدأ في مصادرة السلع الثمينة خاصة السيارات التي تباع لاحقا في سوريا، وذلك طبقا لشهادة بعض سكان الموصل. من بولن الألمانية معنا عبر سكايب مباشرة الأستاذ جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي العربي للدراسات قضايا مكافحة الإرهاب وأيضا الاستخبارات. أستاذ جاسم مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا داعش ونظامه الاقتصادي ينهار يوما بعد يوم، يصبح أكثر وضوحا أيضا مع الوقت ومع الأنباء التي تصلنا من الداخل. فرض إذن غرامات مالية عوضا عن تطبيق عقوبة الجلد، أيضا يقوم بإطلاق سراح المختطفين مقابل مبالغ مالية معينة. هل من معلومات إضافية لديك عن ممارسات داعش في الداخل، وأيضا هذه الممارسات الأخيرة على ماذا تدل؟ ممارسات داعش في عقاب تعرض مصادر هذا التمويل إلى الضرب خاصة من قبل قوات التحالف، وكذلك بعد خسارته إلى أراضي داخل العراق، يعني خسارته إلى آبار وكذلك إلى مصافي، بحيث لم يعد يسيطر إلا ربما إلى 20 بئر من مجموع الآبار التي كان يسيطر عليها. فإذا تنظيم داعش يعني من ضمن الممارسات أنه يحاول أن يعوض هذا النقص. من جملة الممارسات الخاطئة التي اشتهر بها هذا التنظيم هو الاتجار بالبشر، يعني التقارير الأخيرة خلال هاليومين ذكر بأن هنالك مئات من الأطفال تم اختطافهم من قبل تنظيم داعش ولغرض بيعهم في تركيا أو عبر تركيا إلى دول أخرى. كذلك هنالك الاتجار في الأعضاء البشرية، يعني أيضا ظهرت تقارير بأن داعش يستخدم هذا الأسلوب.
ممارسات أخرى من ضمنها الخطف. الخطف سوف تكون هي السمة البارزة، يعني يحاول أن يخطف يعني خاصة أجانب خارج معاقل، ربما من تركيا ويتم استدراجهم لاحقا أو إدخالهم إلى سوريا وكذلك في العراق من مدن أخرى. فإذا موضوع الخطف من الأساليب التي سوف يعتمدها أكثر. ممارسات داعش أيضا كثيرة في بيع الآثار، في السرقة، وكذلك في الإتجار بالبشر. نعم. داعش أيضا اعتمد على دفع المرتبات العالية، على الحوافز، وأيضا على المبالغ المالية الكبيرة لجذب المقاتلين إلى صفوفه. انهياره الاقتصادي الآن كيف سيؤثر على المقاتلين، وأيضا على ربما على أيضا جذب وتجنيد مقاتلين جدد، وعلى الذين كانوا من الأول في صفوفه والذين تعودوا على مبالغ مالية كبيرة؟ بالتأكيد يعني التقديرات تشير بأن هذا التنظيم بدأ عاجزا عن دفع المستحقات، بحيث أنه المقاتل لا يحصل سوى على $100، بعد أن كان يحاول أن يحصل على $500 شهريا. فإذا سوف تضرب تداعياتها على تدفق المقاتل، سواء كانوا من العرب وكذلك من الأجانب، بعد أن كان يدفع هذا التنظيم بامتيازات مالية كبيرة، إضافة إلى امتيازات السكن والزواج وبما يسمى يعني امتيازات أخرى، خاصة حصول هذا التنظيم وأنصاره أيضا على الكثير من الغنائم. فإذا سوف يشهد هذا التنظيم انخفاض في عدد المقاتلين، انخفاض ايضا في عمليات العسكريه. هذا التنظيم يعتمد على يعني التمويل في اداره العمليات العسكريه. في تقديري انه العمليات العسكريه سوف تنخفض، المقاتلين سوف يكون هنالك انخفاض، واضافه الى ذلك سوف تكون انشقاقات داخليه على مستوى القيادات، وكذلك هروب من قبل المقاتلين داخل التنظيم خارج معاقله وكذلك داخل معاقله. نعم. سيد جاسم، أيضا بالنسبة للناس في الداخل في المناطق التي يحتلها داعش، إن كان في الرقة أو في المناطق الأخرى في الموصل أو كل المناطق التي احتلها هذا التنظيم، يعني بالنسبة لهؤلاء الناس، حتى من الأشخاص الذين لم يعترضوا يوما على وجود داعش أو كانت له عندهم القليل من الشعبية ولو حتى في يوم ما، الآن مع هذه الضرائب التي يفرضها لكي ربما ينقذ اقتصاده، مع هذه الأموال الطائلة التي يجبر الناس على دفعها، كيف سيؤثر ذلك على شعبية التنظيم في مناطق احتلاله؟ يعني ممارسات التنظيم في المناطق بعد أن أظهر في الأشهر الأولى من إعلان ما يسمى دولة الخلافة في يونيو من عام 2014، كان يحاول أن يظهر نفسه بأنه هو قريب من يعني الحكومات المدنية الحديثة، فأظهر نوع من الحوكمة، وأيضا أظهر يعني تشكيلات إدارية وهيكلة إدارية من ضمنها دفع رعاية، يعني وجود رعاية اجتماعية، دفع أموال إلى الأيتام، إلى الأرامل، كذلك إدارة الدولة. يعني هذه الآن بالتأكيد سوف تعاني عجز ونقص، فلذلك سوف تنعكس على شعبية هذا التنظيم، برغم أنه هذا التنظيم هو يفرض قوته يعني ضمن سياسة القوة. التقارير التي ذكرت من داخل الموصل ذكرت بأنه فقد الكثير من شعبيته، وهنالك يعني حالة تذمر داخل المدينة. نعم. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات قضايا مكافحة الإرهاب والاستخبارات، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من بون الألمانية. تداولت بعض المواقع الليبية أنباء عن وصول أسلحة إلى داعش في مدينة سيرت الليبية عن طريق الميناء البحري الليلة الماضية بواسطة قوارب مطاطية من الحجم الكبير. لفتت بعض المصادر إلى أن حاويتين شوهدتا تنقلان أسلحة وسط انتشار سيارات تنظيم داعش قرب الميناء الذي تعرض محيطه للقصف، مشيرة إلى أن الطائرات المجهولة التي قصفت المنطقة كانت تستهدف شحنة الأسلحة. بينما تعمل الدول الإفريقية على تنسيق جهودها لمكافحة الإرهاب عبر اتفاقات أمنية ثنائية وجماعية، يتنافس داعش والقاعدة للسيطرة على مناطق نفوذ في إفريقيا، من هذه المناطق الصومال الذي يعيش حالة قلق مستمرة. أخبار الآن استطلعت آراء أكاديميين من الصومال حول رأيهم في نشاط الجماعات الإرهابية في منطقتهم، نتابع. داعش والشباب منظمتان إرهابيتان، إذا من الطبيعي أن ترتكبا أفظع الجرائم بقتل أكبر عدد من البشر سواء في الصومال وغيرها.
لكن هجماتهم البربرية في الصومال واغتيال المواطنين الصوماليين بأبشع الصور كالذبح والحرق وقتل أطفال في أحضان أمهاتهم يظهر ماهية هذه الحركات وأنهم لا يمتون للإسلام بصلة. هناك الصراع، صراع نفوذ والصراع إدارة، وبالتالي من حيث العمليات العسكرية التي تنفذها داعش في تلك المناطق وكذلك استخدامها وسائل الإعلام واستخدامها مصطلحات الخلافة، هناك صدارة، الصدارة حاليا لتنظيم داعش، ولكن في الصومال الصدارة لتنظيم القاعدة، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن أبو بكر البغدادي أو تنظيم داعش لم يرسل إمدادات ولم يستطع أن ينقذ أنصاره في الصومال الذين أصبحوا لغمة سائقة لدى تنظيم الشباب. في حالة القوات الإفريقية والقوات الصومالية إطلاق حملة عسكرية جديدة على بعض المناطق الاستراتيجية خاصة مناطق جوبا، في حالة إطلاق تلك الحملة وفي حالة نزع تلك القوات من الحركة الشعبية من تلك المناطق أو تحرير تلك المناطق، فأعتقد أن دور الحركة الشعبية سيتراجع ويكون يعني تكون مجموعات مسلحة تختفي في المناطق ذات الكثافة السكانية. تنظيم داعش يشكل تهديدا على الصومال، على منطقة القرن الإفريقي برمتها وعلى العالم برمته، الكل يتحدث عن تنظيم داعش وهجماتها الإرهابية والتفجيرات التي تقوم بها، الوحشية البربرية هي التي تقض مضاجع المجتمع في كل الدنيا وفي كل بقاع العالم. هي تنظيم أكثر تطرفا من القاعدة أو هكذا تحاول أن تظهر نفسها، هي تريد أن تثبت أنها أكثر شراسة من تنظيم القاعدة وأكثر نكاية بمن تصفهم بأعدائها، وفي مقدمتهم طبعا المسلمون أينما تواجدوا. بالتالي هي تشكل خطر على الصومال، على المنطقة برمتها وعلى العالم أيضا، وطبعا هي تحاول أن تظهر نفسها وكأنها التنظيم الأقوى، والقاعدة أصبحت من الماضي. فقرتنا مستمرة مشاهدين فيها بعد قليل. فنان يستخدم الصبار لتسليط الضوء على معاناة فلسطينيين. أهلا بكم من جديد. أم منير عجوز سبعينية تعيش حياة قاسية بعدما أجبرتها الظروف المفروضة على أهالي الغوطة على بيع الحلوى في الشوارع لتأمين قوتها وقوت ابنها المصاب. تأمل أم منير الاجتماع مجددا بأبنائها الثمانية الذين تفرقوا داخل سوريا وخارجها. قصة أم منير مع مراسل أخبار الآن جواد العربيني من الغوطة المحاصرة. عندي 9 أولاد، ولد منهم عندي، والباقي صار لي 4 سنين ما شفته. ناس توجهت على تركيا وناس على بانياس وناس بالتل وناس اولاد ابني بشي بليبيا وشي بالدنمارك وهيك، يعني مالي عم شوفه صار لي 4 سنين ما شفته. بتواصل مع اولادي كل شهرين اذا يدق لي ابني على جوال، عايفه حالي بهالجوال لحتى احسن احكي معهم كل شهرين كل 3 والله لا احكي معهم، ما يعني ما بحسن احكي معهم كل ساعه، ما في تغطيه لاحكي معهم شو صاير شو. والله العظيم بفز بهالليل ببكي، الله وكيلك انه دمعتي ما بتنشف طول هالليل، قلنا اولادي ببالي شو ساوي، يعني ما بزق الواحد شو بده يعمل اكثر من هيك. كيفك امي؟ ونحن صرنا بحصار كبير يعني، وما عاد في ما حدا لا عم يحسن ينفخ علينا يصرف علينا، ونحن يعني قضينا كثير كثير بهالغوطه وبدهم ياكلوا. صرت بقى انا التجأت للبيع، صرت اطلع بيع بسكوت، بيع حلاوي سمسمية، بيع مسكة، كل شيء يعني بتتوقعوا، بتيفور، برازق، كل شيء عم بيعه مشان نجيب هالخبزات نأمن هاللقمة الأكل، هالصحن الأكل المساء، ويا بيتأمن ويا ما بيتأمن. مرة بدومة، مرة بحمورية، مرة بسقبة، مرة بكفر بطنة، مرة بعربين بروح، وهيك صاير فينا. ماني متوقع انه بقى اني احسن شوف اولادي او شوف يعني يجوا اولادي او شوف انا او اجتمع فيه، لا، لانه صار عمري 70 سنه يعني مالي صغيره، وعم بطلع والله غصب عني، والله بركت شهرين وعشرة ايام من التهاب عصبي ورتي صري 50 ابره اخذت من شان ارد ارجع اشتغل، يعني صعب كثير وضعنا، والحمد لله رب العالمين قاعدين هون
والله وبيتنا كله متضرر وكله بده شغل، بس ما لنا قدرانين، ما لنا قدرانين نتحرك غير هالخبزات ما عم نحسن نأمن. وهيك هاي هي قصتنا. ابتكر طالب فلسطيني يدرس الفنون طريقة جديدة للتصوير يعبر من خلالها عن نضال شعبه، فبدلا من استخدام القماش يرسم أحمد ياسين على نبات الصبار مستخدما ألوان الأكريليك. قال الفنان البالغ من العمر 21 عاما إنه اختار هذا النبات نظرا لمرونته ووفرته في الضفة الغربية. جت الفكرة من ناحية إنه أنا بدي أغير السطح اللي برسم عليه، كنت إلي تقريبا 4 سنين برسم على لوحة القماش، فأجتني فكرة كيف إني أطور وأعبر عن قضية شعبي من خلال سطح جديد. فلقيت إنه نبتة الصبار ما تتميز به من خصائص جغرافية، بتقاوم الجفاف، هي نبتة معمرة بتنبت في أي مكان، كأنه يعني هو الصبار بزرع نفسه من نفسه. فترة الدنيا وإضافة إلى التغيرات في الجو، الحمد لله يعني ما صار أي تغير، إضافة إلى الألوان اللي هي طبيعة الألوان الأكريليك تتفاعل مع سطح الصبار، وكذلك سطح الصبار نفسه بيمتص الألوان بطريقة تختلف عن القماش. ينعقد المؤتمر العربي الرابع للروبوت والذكاء الاصطناعي حاليا في العاصمة القطرية الدوحة. يشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدار 3 أيام خبراء في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم الذين حضروا لمناقشة آخر التطورات في هذه الصناعة. هناك مجموعة من التحديات اللي بتواجهنا في العالم العربي، منها نقص الخبرات، منها عدم وجود مراكز بحثية متخصصة في مجال علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، منها الدعم المالي للبحث العلمي في هذا المجال. ولكن بنفس الوقت يعني في موارد بشرية كويسة وخبرات يعني إذا تم الاستثمار فيها بشكل حقيقي ممكن نتجاوز هاي العقبات اللي ممكن والتحديات اللي بتواجهنا في هذا العلم. في البداية كان احنا يعني في الزمن الماضي في ناخذ بعض القوانين الفيزيائية وبعض القوانين في الرياضيات، ما نعرف كيف جاءت هالقوانين، مطلوب منا ان نحفظها. هذه طريقة تعلم قديمة. الحين لازم الانسان يفهم اساس المعادلة من وين جات، فالروبوت يرويك اساس المعادلة وين جات وطريقة استيعابها تكون سهلة بالنسبة للطلبة وتكون ممتعة. فأنت شلون تخلي التعلم شيق وتخلي الطلبة ما يحفظون مجرد حفظ، تخليهم الطلبة يفهمون المناهج بطريقة سهلة. فالروبوت يعلم الرياضيات، يعلم الفيزياء، يعلم علم الحركة، علم الإيموشن. احتفل زوار مهرجان الجنة الذرية بالمملكة العربية السعودية بثقافة وعادات منطقة القصيم في وسط المملكة بإقامة جناح خاص للمنطقة. ويهدف المهرجان الوطني للثقافة والفنون الذي يقام في قرية الجنة الذرية خارج العاصمة الرياض مباشرة إلى تعزيز الهوية السعودية من خلال الموسيقى والرقص والفنون وفنون الطهي المحلية. نحن كفنانين حاولنا نوصل رسالة من خلال هذا العمل، نبين أن الإرهاب يجب دحره ويجب قطعه، وأن قواتنا البواسل تريد أن تقطع هذا الإرهاب وإن شاء الله توصلنا إلى بر الأمان. هذه السنة لدينا في جناح قصيم تراثي عدة فعاليات، 33 ركن تراثي نقدم من خلاله الفنون والفلكلور والتراث. العرضة السعودية هاي تعتبر جزء من التراث الآباء والأجداد، وإحياءها بهالمكان هذا والجامع الغفير والهيئة الهم الكم الإعلامي الموجود هذا يحميها بإذن الله من أنها تندثر. في سوق مزدحم ببغداد يتزاحم الناس حول أقفاص كبيرة مملوءة بالطيور البرية، إذ يعتقد بعض السكان المحليين أن شراء هذه الطيور وفك أسرها وإطلاقها في البرية سيجلب لهم حسن الطالع والحظ السعيد جزاء على هذا العمل الذي يتسم بالرحمة. احنا نوقف نجي كل جمعه نشتري من عندنا ونطيرين نطلق صراحه، فاحنا كلنا عندنا حنيه ساي كل الواقفه العالم كلها عندها حنيه على الحيوانات، لان هذا حيوان بري ما يعيش في البيوت، فيطلقون صراحه ثمنه 1500 شيء بسيط ويطيرون في سبيل الله. اي من منطقه الكوت، اكو صياده هناك ودائما يعني كل موسم هم يجمعون مال الاسبوع يدزون لنا 300 400 500 نوبات،
فاحنا نذبحهم مال السبوع نجيبهم من سوق الغزل. فالجمعة تعرف يعني العالم كلها عطلة ونبيعهم بالواحد ربع 500. تأهل الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول في البطولة إلى الدور الثاني من دورة ريو دي جانيرو البرازيلية بفوزه على مواطنه باولو كارينيو بوستا بمجموعتين دون رد. وصعد الإسباني ديفيد فيرير المصنف الثاني إلى ذات الدور بفوزه على التشيلي نيكولاس خاري بمجموعتين نظيفتين. وكان نادال فقد لقبه في دورة بوينس آيرس الأسبوع الماضي بخسارته مع النمساوي دومينيك تيم في نصف النهائي. كما كان الإسباني خرج من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة بخسارته أمام مواطنه فرناندو فرداسكو. يسعى ريال مدريد إسباني لتحقيق رابع فوز له على روما الإيطالي على ملعب أولمبيكو حينما يحل ضيفا عليه اليوم في ذهاب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. هذا ويعود ريال مدريد إلى البطولة القارية بعد شهرين من إنهائه دور المجموعات دون أن يتذوق طعم الهزيمة ليستهل الليلة المرحلة الحاسمة بالبطولة. وهذه مواجهة بين مدربين جديدين أي مدربين جديدين بعدما تولى زيدان ولوشيانو سباليتي قيادة ريال مدريد وروما الشهر الماضي. للمزيد دائما مشاهدينا تابعونا على موقعنا الإلكتروني، أيضا تواصلوا معنا دائما عبر تويتر وفيسبوك وتابعوا بثنا المباشر على موقع تلفزيون الآن على الإنترنت. كيف تستخدم وتستثمر إيران الدين في السياسة ضد العلويين؟ وإلى أي مدى باتت الطائفة العلوية تتحسس الشكوك والمخاطر من ذلك؟ أسئلة على حوار البحث يطرحها الزميل هاني الملادي بعد ساعة من الآن في برنامجه الأسبوعي جلسة حرة. ابقوا معنا.